Hello everyone, it's a dream for me to come here. I always dream to come to Egypt, and now it's a dream come true. But in my dream, I will never expect having everybody when I will arrive for first day in Egypt. Thank you guys to invite me. And Egypt is magical. Like, for example, in the air, I was here this morning, and what I find coin coming like this. And the coin can disappear also like this. I don't know where is the coin now. But today, we are on the World Young Forum, and we are on the World Young Theater in the city of Sharm el-Sheikh. And this morning, I took some pictures of Sharm el-Sheikh. And I really love this peaceful and magical place. And we will blend the magic and technology, and I will bring you to my world of magic and technology with Egypt. Thank you. Thank you guys. So now what I want to do is try something special. I think everybody has a phone. Everybody has a phone. So can you just show me your phone like this? And I will select one phone. هذه التليفونات. Okay. Yes. Oh, beautiful phone here. إذن هناك تليفون رائع هنا. إذن هل تقف وتأتي معي هنا على المنصة على المسرح برجاء التصفيق له؟ بالتصفيق لها برجاء فتح التليفون ثم ستأتي هنا على المسرح. السؤال الأول، ما اسمك؟ تراندا. تراندا. ساندرا. راندا. إذن أشكرك على المشاركة هنا على خشبة المسرح. السؤال الأول، إذا قمت بفتح التليفون، هل أستطيع قراءة ما يحتويه على التليفون؟ نعم تستطيع. إذن سأظهر هنا الصورة. هذه هي الكاميرا حتى يستطيع أن يرى الجميع ما محتوى التليفون. إذن سأقوم بفتح التطبيقات. هناك الكثير من التطبيقات. لديك الكثير من التطبيقات. إذا كان لديك هنا تطبيق ماكدونالدز،
إذن أستطيع أن أرى تطبيق ماكدونالدز. هناك تطبيقات أخرى، تطبيق للعب الموسيقى. إذن أول شيء سأقوم به هنا هو أن سأقوم بحماية التليفون حتى أتأكد أنه لن تحدث أي مشكلة. إذن برجاء أن تأتي معي هنا. إذن واحد، اثنان، ثلاثة. إذن التليفون الآن داخل البالونة. التليفون بالكامل داخل البالونة. وهل أستطيع أن أضعه على الأرض؟ لا، لا تستطيع. إذن ما هذا؟ هذا شاكوش مطرقة ثقيلة. إذن هي مطرقة حقيقية. نعم. إذن لن أضع تليفونك. هل هو تليفون جيد؟ هل أستطيع أن أدق بالمطرقة؟ فقط قليلا سيكون. أنا ساحر، وأنا ساحر محترف. إذن ستكون طرقة خفيفة. واحد، اثنين، ثلاثة. توقف. أعتقد أن التليفون ما زال سليما. لا يبدو هذا، ولكن أستطيع إصلاحه. تعالي هنا، لدي معداتي الخاصة لإصلاح التليفون. هذا خلاط. إذن سأضع التليفون هنا داخل الخلاط. تستطيعين اختيار رقم من 1 إلى 5 4. إذن برجاء الرجوع إلى الخلف، لأن من الممكن أن الأمر يكون خطيرا بعض الشيء. 1 2 3 4. توقف أرجوك. إذن لقد قمت بخلط التليفون، وأعتقد أنه تم إصلاحه الآن. هل تودين التأكد؟ خلطه؟ نعم. إذن نستطيع أن نلعب على الشاشة الآن. إذن هنا، قفي هنا. إذن فلننظر. هذا التليفون سليم. هذا هو تليفونك. هل نستطيع تكبير الصورة؟ وكل التطبيقات موجودة، ماكدونالدز وجراج وغيرها من التطبيقات. هل هذا هو تليفونك؟ نعم، هذا هو تليفونها. إذن تستطيعين الآن تصغير الصورة. أصغر. إذن وتستطيعين كذلك قلب الصورة. إذن هل تأتي معي؟ ونستطيع أن نرى ماذا، ما زال التليفون يعمل أم لا. هل تودين التجربة؟ نعم. أستطيع أن أرى التليفون ولكن لا أستطيع لمسه. إذن ما سنقوم به الآن. إذن 1 2 3. جميعا فلنقم بهذه الحركة. 1 2 3. إذن سنأخذ صورة مع التليفون. تليفونها. إذن لا تتحركي، استعدوا جميعا. 1 2 3. 1 2 3. هيا جميعا. انتهى الأمر. برجاء إعطائي تليفوني مرة أخرى. ظننت أنك تريدين مشاهدة الصورة. فقط قومي بقلب الصورة. ممتاز. إذن لقد قمت بتكبير التليفون، ونحن هنا، الصورة هنا موجودة من المسرح معنا الجميع. رائع، أشكرك. الجميع هنا ظاهر في الصورة. ربما تريدين استعادة تليفونك. نعم، إذن سأحاول. هل تريدين هذا الحجم أم أصغر؟ أصغر. إذن فلتأتي معي إلى هذه الناحية.
إذا ولنلقي نظرة، سندفع سويا من كل جانب. هل هذا الحجم مناسب؟ أصغر؟ إذا سنقوم بتصغير، ولا تقلقي. 1 2 3 تذكروا أنه لم يكن هناك شيء في يدي، والآن أستطيع أن أجعله يختفي. تليفونها، ولكن لدي هدية هنا. هل تستطيعين رؤية هذه الهدية الجميلة؟ إنها هدية لك. هذا في هذا الصندوق سنجد مكتوب عليه منتدى شباب العالم، وهذا الصندوق كان موجودا منذ البداية، ونستطيع أن نرى. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.